FM. الكلمة ليك. أنت ألفت مسلسل يحكي على فترة انتساب الحماية في تونس. نعم. تقريبا عندك مدة مديدة من اللي كتبت المسلسل. عنده حوالي 4 سنوات. 4 سنوات وقدمته لتلزة تونسية بعد الثورة. لكن فما معناتها مماطلة من قبل تلزة تونسية. مش مماطلة، أنا أكثر من مماطلة. أنا مشيت يعني إيمانا مني بأن كيفي وكيف الناس اللي كيفي حلت لهم الثورة، تحل لهم الباب وقت الثورة، يعني قامت الثورة ففتحت الأبواب للناس اللي ربما تمرمتت. ما نقولش كنا مناضلين، كانوا مظلومين نوعا ما في إنما إحنا كنا نعمل في صمت وكنا نقدم في مسرح واعي، مسرح يهتم بالواقع المعيش. ثم أنا أثبت عندي مصداقيتي سواء في الكتابة أو في التمثيل، سواء من خلال مسلسل الدوار كتابة وتمثيلا، فجر الرمل كتابة وتمثيلا، شريط ويعود الأمل كتابة وتمثيلا، حيث عندي مصداقية مش غريبة على التلفزيون. أكيد. أنا وقت نقدم لك عمل ونكتبه ونهزه لك يعني يزمك تؤمن إيمان قطعي اللي راني أنا واثق منه نتيجة التجربة. خلفهم الناس يسمعوا فينا توا، العمل هذا يحكي على فترة تاريخية، حقبة تاريخية في تونس مهمة. ونعرفوا المسلسلات التاريخية تتكلف فلوس، فما شكون يقول القائل خويا هذا مسلسل يكلفنا برشا فلوس دونك هذاك علاش نجموش نتجوه كانوا نجموا في الوقت الحالي، كانوا نجموا يقولوا ما عندناش فلوس. نظرية صحيحة ولا غلطة؟ ما نعرفش، هذه غلطة لأنك كيفاش أنت تتناول الموضوع. إذا كان باش تتناولوا بهالشكليات هذه هالجيوش و معنا إذا كان ثم ريكونستيتيسيون يعني عادة بناء إذا كان سيفري المال لا أنا إنسان أزياء وديكورات خاصة بالمسلسل. أنا محترف ولا أعرف شنو نعمل، صدقني هذه كله ديباتيراج، ثم دار قايد وثم كهف كبير وكله ديباتيراج وبعض قرابي واحد وكذا، بحيث أرخص سوم الدوار. الدوار تكلف أقل تكلفة من الدوار لعام 92 عام 92 أقل تكلفة لأنه ما يطلبش مصاريف باهظة، معناها مصاريف ربما في خلاص الممثلين والتقنيين وبعض الفرسان وشوية يعني ثماش ماهوش العمل اللي يطلب منك برشا فلوس. لكن هي النية كانت، الرد بتاعهم كان عنيف جدا كان ملفت للانتباه، هذا الشيء اللي خلاني أنا نتحرك. أنا مستانس بالصد وبالمنع وكذا، استنست به. لكن في الوقت الحالي زادت تولي فيها شوية هكا الوقت الحالي يثير شك والرد بتاعهم كان هو قدامي. كنت تسمح لنا نجم نقراه؟ ويتفضل تفضل. دونك رد هذا تلزة تونسية على معناتها ديبون تاع على الإيداع على سنابك على الجمر، اسمه سنابك على الجمر المسلسل نتاعك. يقولوا في الكوميونيكي نتاعهم نفيدكم علما انه بعد عرض نص مسلسل سنابك على الجمر الوارد علينا بتاريخ 22/11/2013 تحت عدد لا علينا على لجنة القراءة وبعد تداول الآراء من قبل أعضاء اللجنة تبين الآتي: قرار اللجنة سيناريو ضعيف على جميع المستويات، يفتقر إلى أبسط قواعد التماسك على المستوى البنائي والسرد، الشخص شخصيات نمطية وسطحية، لغة الحوار ساذجة وليس لها ليس لها علاقة باللهجة البدوية في فترة الحماية، عمل غير قابل للإنجاز. والسلام رئيس وحدة الإنتاج رشيد يونس. رشيد يونس لا عن إنتاج الدراما والوثائقيات في تلزة التونسية. هذه تونس في 18 فيفري 2014. هذا إلى جانب كونه رد عنيف وقاسي، هذا يتنافى مع أخلاقيات المهنة. ما ترد ما تجاوبش كاتب تعرفه ومعروف ويعرف الشعب التونسي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، والعمل الوحيد اللي تباع والعمل الوحيد اللي تجاوز حدود تونس هو الدوار. جاوب وانت الجواب هذا ما يصدقك حد، ما يقبل منك حتى حد. وراك تاريخ حسين المحنوس، وقت تقول لي وقت تقول لي سيناريو ضعيف على جميع المستويات، مش معقول، مش غير منطقي. أنا قدمت لك 3 سيناريوهات جيت في هذا ولا فاقد لمدارك العقلية وقت اللي نكتب فيه بوسيبل. اللهجة ناقشني في لهجتي، لهجة الجنوب، لهجة طويلة، وقت تبدك باللهجة الحامية البدوية لهجة طويلة. أقرأنا كابا فهم الكلمة ليك.